خلينا اكلمك بقى على صالح جمعه، يمكن لاعب مميز عنده الجزئيه الرؤيه داخل الملعب في حته الباص، بيقوم بدور عبد الله السعيد بشكل مميز في اثناء غيابه، نتكلم عليه شويه. طبعا بالرغم ان هو كان مصاب وكان بعيد، ولكن نزل عمل مباراه رائعه في المباراه. يا ريت كمان نجيب له اللقطه اللي هي في الدقيقه 88، القدرات الدفاعيه بتاعت صالح جمعه وقدرات البدنيه تحسب طبعا لكابتن حسام وكابتن انيس الشعلالي. في كوره كده كان عمرو بركات في الدقيقه 88 كان لعبها غلط، وصالح جمعه رجع ساند وعمل القدرات الدفاعيه في الدقيقه 88. وده اللي احنا كنا بننتقد فيه دايما صالح جمعه في بدايه الموسم، صالح بدنيا اهي الكوره اهي، بص حضرتك عمرو بركات، هي دي عمرو بركات اتقطعت منه، بص حضرتك مين اللي راجع اللي هناك خالص على الطرف اللي هناك اللي طالع وراجع وشارك في الكرة هو صالح جمعه، دي في الدقيقه كام 88. فصالح جمعه ما كانش يعني، دي انا شايفها دي تعتبر احد يعني لقطه المباراه بالنسبه لي، صالح جمعه ان هو يرجع في الدقيقه 88 باللياقه البدنيه ديت، صالح يعني ما كناش بنشوفه قبل كده في، يعني كان دايما كابتن حسام البدري بينتقده، بس انا لازم في حتة كان يخلي باله لان كان ممكن تبقى ضربه جزاء لو كان لمس طبعا، بس لازم. بس حته ان هو يعني طبعا طبعا ده مجهود مهم، حته ان هو جاي من وراه انا بشوفه مثلا بلمحه فاضطر ان هو يشوطها كده، فشوف حضرتك راجع منين. فحته القدرات الدفاعيه لصالح جمعه كان دايما يعني لا بصراحه اتطور، يحسب لكابتن انيس الشعلاني مدرب الاحمال البدنيه تطور صالح جمعه بهذا الشكل. لا صالح جمعه في الفتره دي يعني انا شايف ان هو لازم يروح كمان منتخب مصر، مش يعني ان هو يلعب في النادي الاهلي، لا لازم يروح كمان منتخب مصر بامانه، لانه لاعب مهم جدا، لاعب عنده الرؤيه، لاعب بيمتلك الحل الفردي، المراوغات الناجحه، كل يعني ايه في المباراه دي مثلا عامل حوالي 9 مراوغات ناجحه، اكثر لاعب عامل عرضيات صحيحه، اكثر لاعب صانع فرص، يعني لاعب كمان يعني ايه، انا شايف خطوره النادي الاهلي بتكمن حاليا في المباراه الاخيره دي في صالح جمعه. فعدم وجود طبعا عبد الله طبعا طبعا عبد الله يعني الاثنين مهمين جدا، سواء عبد الله سواء صالح، ولكن صالح في المباراه دي او في الفتره الاخيره بصفه عامه، لا صالح فارق جدا عن اي لاعب في مصر، انا شايفه افضل لاعب في مصر في الفتره الاخيره هو صالح جمعه. طيب لو هنقول ارقامه برضو اللي احنا محضرينها يا احمد بعد اذنك، صالح في الماتش الاخير ده جاب جون تمام، نسبه دقه تمريراته القصيره 91%، عامل 12 تمرير طولي، عامل 9 مراوغات ناجحه، دقه تمريراته الطوليه وصلت ل 67%. شوف هو الاكثر في ايه؟ الاكثر في المراوغات الناجحه 9، الاكثر في صناعه الفرص 5، الاكثر في ارسال العرضيات الصحيحه 5، الاكثر في المحاولات على المرمى 7، بنسبه دقه 57%. فالارقام كلها بتاكد ان الراجل ده يعني سواء هو او ازارو هما الاثنين يتنافسوا على لقب مان اوف ذا ماتش يعني. طيب خليني يعني واحنا بنتكلم على صالح، احنا عندنا بعض اللعيبه اللي موجوده احمد، يعني كان كابتن حسام البدري بيطالبوا هم كلاعبين بيطالبوا ان هم يلعبوا عشان يثبتوا نفسهم، لان كل لاعب فينا او كل لاعب في الفريق يعني ايام ما اتذكر انا اللي بيبقى قاعد احتياطي بيبقى عايز يلعب عشان يحقق هدفه ان هو يلعب كلاعب اساسي. النهارده بعض اللاعبين بيشتركوا، عندنا حسين السيد بيشترك، عندنا مجموعه كبيره بتشترك، محمد الشناوي بيشترك كحارس مرمى في عدم وجود الشريف اكرامي. بتشوف تقييمهم ككل بقى في هذه البطوله، وهل يعني زي ما بنقول مولد نجوم او بتطمئن بشكل كبير جماهير الاهلي من خلال مشاركه هؤلاء اللاعبين واستقرارهم الفني وتميزهم في هذه المباريات؟ بالتاكيد، ودي من اهم مميزات البطوله دي، ان رغم ان توقيتها كان صعب وناس كتير جدا يعني كانت بتطالب الاهلي حتى انه ينسحب من البطوله ما يلعبش، لانها جايه في فتره ضغط كبير جدا، يا دوب مخلص الدوري وعندك الكاس وعندك بطوله افريقيا، لكن لما لعبت بعناصر الصف الثاني او العناصر اللي ما خدتش فرصه كبيره جدا على مدار الموسم اتضح لك اهميه وقيمه البطوله، وخرجت بمكاسب عظيمه جدا. ان احنا بنتكلم النهارده في الباك الشمال علي معلول، صبري رحيل، حسين السيد، حتى اسلام محارب قلنا يقدر يلعب باك شمال، في الباك اليمين باسم علي، احمد فتحي طبعا موجود، محمد هاني في الارتكاز حدث ولا حرج، كنا محتارين بدري وبنتكلم مين يلعب بدل مين، صناع اللعب صالح جمعه وعبد الله السعيد، الاجنحه في كل مركز دلوقتي 2 أو 3، حتى في راس الحربه لما يرجع ان شاء الله مروان محسن هيبقى عندك اريحيه كبيره جدا. فانت بتتكلم النهارده الاهلي مش عنده فرقتين، ده تقريبا دخل في 3 فرق، يعني تقريبا انت هيبقى عندك فريق اول وفريق ثاني، وكمان عندك عناصر غير الفريقين غير ال 22 لاعب، فدي نقطه مهمه جدا جدا. ودي دايما بتحط كابتن حسام البدري في مأزق، حطه في مأزق، بس مأزق حلو، مأزق اي مدرب يتمناه، ان انا يبقى عندي 3-4 عناصر نجوم وجاهزين. ده صحيح مأزق في الاختيار، لكن مأزق انا مبسوط وانا كمدرب وانا موجود فيه.